انتهى الانتظار، وصلنا إلى لحظات حبس الأنفاس حاليا، الكل ينظر في الساعة، الكل في حالة ترقب ممزوجة بالحماس والإثارة في انتظار النهائي الكبير لبطولة كأس العالم. سنكون معكم في التغطية المميزة من ملعب لوسيل، فلا تذهبوا بعيدا. مشاهدين متابعين محبين الكرام في كل مكان، هذه تحياتي محدثكم فارس عوض، أسعد بصحبتكم اليوم في التعليق على نهائي المونديال القطري، نهائي بطولة كأس العالم، والذي يقام هنا على ملعب لوسيل، والذي يبدو في حلة رائعة وأجواء غير عادية تستقبل هذه المباراة التاريخية. الأمال عريضة، الطموحات كبيرة، التوقعات لا سقف لها، الكل الآن يحبس الأنفاس، نحن هنا نطمح لأن تكون تغطيتنا على قدر الحدث الكبير. المغرب ضد منتخب البرازيل، وصلنا إلى النهائي الكبير مشاهدينا، وصلنا إلى المباراة الكبيرة في كأس العالم، مباراة تلعب على الأعصاب وتتلاعب بها، مباراة تحبس الأنفاس وتنطلق بالتأكيد هذه المدرجات بمشاعرها وبفخرها، مباراة لا تحتاج إلى تقديم، يكفي أن نقول أن الفائز اليوم سيكون بطلا لكأس العالم. والآن راح نشوف التشكيلة الأساسية للفريق الأول. الفريق هنا يلعب بطريقة الأربعة ثلاثة ثلاثة التقليدية، واللي تعتمد على الأجنحة في لقاء اليوم. والآن نستعرض أمام حضراتكم تشكيلة منتخب البرازيل في مباراة اليوم. فريق معروف بتفضيله للسيطرة والاستحواذ على الكرة لأطول فترة ممكنة وحرمان الخصم منها أيضا، دائما ما يلعب على المضمون، الكرات تخرج من قدم إلى أخرى بدون أي مخاطرة، تمريرات سريعة وقصيرة دائما ما تؤدي الغرض، محاولة إصابة الخصم بالإحباط والاندفاع للحصول على الكرة، وبالتالي تفتح الثغرات وتتاح الفرصة أمام الفريق من أجل الهجوم. الخطورة تتواصل، الله على استخلاص الكرة. يوسف النصيري، التدخل كان سهل هنا. برازيل تلعب بشكل جيد حقيقة على الطرف. تصدي هنا ولعب مستمر. خلاص راح التهديد من على المرمى. التمريرة الخاطئة ضاعت، وأضاعت الكرة من الفريق. مع وجود نيمار في التشكيلة ستكون هناك آمال كبيرة عليه في هذا اللقاء. تتكلم عن قدرات رائعة في التعامل مع الكرة، تتكلم عن صاحب لمسة ممتازة، تتكلم عن لاعب يعرف ماذا يريد الجمهور وكيف يصنع الخطورة. أرسل الكرة عالية لكن حارس المرمى أكرم. أشرف حكيمي، توغل هجومي يعطي الفريق العديد من الحلول. عرضية إلى العمق، مستحيل، الكرة في المرمى. يا الله على الفرحة، الهدف الأول في نهائي المونديال يجعل الأجواء مشتعلة الآن. شوف الهدف من جديد، شوف هذه العرضية المثالية، ومن ثم الإنهاء الجميل جدا. تعرض لضغط كبير من الخصم لكنه عرف كيف يتخلص، عرف كيف يتصرف.
إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. نيمار، فرصة خطيرة هنا، تصدي لكن الكرة في الملعب، لم تعد هناك خطورة بالتأكيد، مرفوعة في المساحة، ضاعت الهجمة هنا، راية مرفوعة وتسلل صحيح بسبب التأخر والتمادي في الاحتفاظ بالكرة وعدم التمرير في الوقت المناسب. نيمار يتدخل هنا في توقيت مثالي ويعترض الطريق، مهارة كبيرة في التمرير، تصل تحت الضغط الآن، واعتراض غير عادي للتسديدة. فينيسيوس جونيور، تمريرات متتالية بشكل جميل، تدخل هنا لاستعادة الكرة مرة أخرى، محاولة كبيرة لهجمة مرتدة ممكن أن تشكل خطورة، دفاع حديدي خلص الكرة وأوقف المحاولة. محاولة لمصلحة منتخب البرازيل، لكن لم تستغل ولم تكتمل وانتهت الفرصة. كاسيميرو، لوكاس باكيتا، ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن، تسرع فيها وبالتالي ضاعت فرصة الهجوم المرتد، الكرة أصبحت مع الفريق الآخر الآن. حكيم زياش، كان ممكن أفضل بكثير في اللقطة الماضية، يا الله الكرة تعود للعب الآن من ضربة مرمى. تحول هنا في الاستحواذ، وصلت لفينيسيوس، عرضية سهلة في يد حارس المرمى، سفيان بوفال، مساحة موجودة على الأطراف، فرصة والمساحة موجودة، أراد أن يحرك الشباك مرة أخرى لكن الحارس هذه المرة كان في الموعد. تلعب في داخل المنطقة، انتهت الخطورة وضاعت الكرة ركنية، كرة إلى خارج المرمى، نهاية ما كانت مثالية لهذه الكرة، شوف التسديدة اللي كانت بعيدة، الوضعية أساسا ما كانت مثالية، هذه اللقطة راحت بعيد عن المرمى. مميز الضغط العالي في استعادة الكرة في مناطق خطيرة. يستحوذ على الكرة، ريتشارلسون، لوكاس باكيتا،
يا سلام حلوه البينيه. لوكاس باكيتا ممتاز المرور، يتجاوز ويتخلص من الرقابه. الارقام توضح لك سوء الفريق في الشق الهجومي وهو السبب تاخره في النتيجه في هذه المباراه. اذا ارادوا العوده في المباراه لابد من التحسن في الثلث الاخير للعوده. يهرب الكره، مر فيها، انطلق فيها، راح. لوكاس باكيتا، كره تصل لميليتاو، تخرج الكرة إلى رمية التماس بعد تمريرة تفتقد قليلا للدقة. سفيان مرابط، تحرك جيد في الثلث الهجومي. الهجوم ينتهي بدون خطورة تذكر. سفيان بوفال، هذه فرصة هدف مستحيلة. هذه أليسون بيكر بالسرعة بردة فعل خيالية ينجح في التصدي. أي إبداع يا أليسون، الله على البرازيلي. بيرسل الكرة لوسط المنطقة، تعامل جيد في إبعاد الضربة الركنية. وفي هذه الأثناء ينتهي الشوط الأول من المباراة هنا في ملعب لوسيل. مشاهدينا، ضربة بداية الشوط، ينطلق الآن هنا الشوط الثاني من نهائي كأس العالم. 45 دقيقة لحسم اللقب الغالي. ركلة حرة هنا لمصلحة المنتخب البرازيلي. شخصيا كنت اتوقع بان الحكم سيخرج البطاقه الصفراء في وجه اللاعب، لكن اكتفى هذه المره بالانذار الشفوي. على اللاعب بان يحذر في الوقت المقبل من هذا اللقاء، لان الحكم قد يخرج الكرت الاحمر مباشره بعد هذا التنبيه. مساحه متواجده على الجناح، بتروح الكره بعد غياب التركيز اثناء التمرير. يجب تسريع الهجوم المرتد الآن. كاسيميرو يسدد الآن، فرصة خطيرة على المرمى من بداية الهجمة. كل شيء كان سريع، نقل الكرة، التحرك، التواجد، الهجمة المرتدة. الله على فرصة لم تكتمل. سفيان مرابط، نيمار، نيمار بيعدي فيها، الله على المتعة. يا الله، حارس المرمى بيوقفها في لقطة خيالية. كرة بتروح في 18، تصدي ممتاز لحارس المرمى. سفيان بوفال، ممكن كرة مرتدة في هذا التوقيت. يوسف النصيري، يفقد الكرة وضاعت عليه الفرصة. الكرة رمية تماس،
يوسف النصيري، تدخل سليم في اللقطة، بيخلص الكرة، بيبعد الخطورة. يوسف النصيري، كرة عرضية هنا، إبعاد سيء للقطة، ما زالت خطيرة. سفيان بوفال، النصيري، هدف تعزيز التقدم يا تيم، يقتربون أكثر فأكثر في هذا النهائي. يا لها من أجواء، يا لها من إثارة، نهائي من نار حتى الآن. نشوف الهدف من جديد، كرة تلعب في المكان المناسب أمام المرمى، والتسديدة لا تخطئ الطريق. نيمار، تمريرة في ظهر الدفاع، تصدي مجنون من حارس المرمى. نيمار بيعدي فيها، الله على المتعة. اشتعلت المباراة مع إمكانية تعديل النتيجة. شوف في إعادة الهدف، مرور جميل من المدافع لتدخل الكرة في الزاوية القريبة من المرمى، وكان بالإمكان محاولة منع الكرة. عودة المباراة ولن تشتعل أكثر بعد نجاح البرازيل في تقليص الفارق لهدف واحد. نيمار، كرة بينية فيها خطورة، حلوة الكرة، كان ممكن التعادل في اللقطة الماضية، ما كانت بعيدة اللقطة، لكن ما زالت فرصة التعادل والبحث عن التعادل مستمر. سفيان برابط، نجح في تدخله لاستعادة الكرة من جديد. بيلعب لك كرة بينية، فرصة هنا، هل تستغل؟ الفرصة مستمرة هنا، ممكن جول. أليسون يتصدى، لكن ما زالت خطيرة. خلاص راحت سهلة، انتهت الخطورة، عدت بسلام. تصدي سهل هنا، كان بعد تألق في التصدي الأول. تدخل دفاعي قوي وافتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية. الهجوم المرتد، يجب اتخاذ القرارات الصحيحة بشكل سريع. كاسيميرو، كاسيميرو، نيمار، وصلت إلى ريتشاردسون، الحارس يتصدى للكرة بدون صعوبات. تدخل هنا ناجح ويستعيد الكرة. تحرك جيد في الثلث الهجومي، ريتشاردسون يمنع التسديدة من المرور. الحارس بيوقف الكرة السابقة بدون أي مشاكل. محاولة لكرة مرتدة، كرة مرتدة خطيرة مشاهدينا في ظل وجود ضعف التغطية من الدفاع. فرصة لتعزيز تقدمهم من خلال الضربة الركنية.
ركنية إلى داخل المنطقة. ضربة ركنية يبعدها حارس المرمى. يوسف النصيري، الكل يتوقع تسديد الآن. كرة هدف في هذه اللحظات، الكرة في المرمى، هدف الضربة القاضية. اللقب يقترب والكأس أصبحت قريبة جدا منهم الآن. هدف قاتل لتعزيز التقدم. نشوف الهدف من جديد، نشوف اللعبة كيف كانت، نشوف كيف كان تحت الضغط الكبير لكن عرف يتصرف. انظر إلى النهاية، انظر إلى التسجيل. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود الآن من نقطة البداية. الآن بدأ العد العكسي، تتكلم عن 9 دقائق فقط على الصافرة. يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. شوف المساندة، نيمار. ضاعت الكرة هنا بعد تمريرة تفتقد للدقة. ريتشاردسون يقطع الكرة في مكان خطير. سفيان مرابط، افتكاك للكرة داخل المنطقة. ثلاث دقائق تفصلنا عن صافرة النهاية. يخترق ولديه المساحة. هدف يشعل المباراة في الوقت المتبقي، ما زالت الإثارة مستمرة حتى الصافرة. تأتي الإعادة هنا، شوف الأسيست الرائع بتمريرة مميزة من جانب نيمار، وثم موقف واحد على واحد، تأتي التصويبة القوية في المرمى لا يمكن التصدي لها. نتيجة اللقاء 3 أهداف مقابل هدفين، هدف وحيد يفصل بين الفريقين حتى الآن. الوقت بدل الضايع، 4 دقائق محتسبة. انظر إلى البينية الحاسمة هنا. شوف استعادة الكرة. ريتشاردسون، منتخب السيليساو يبحث في اللحظات الأخيرة عن هدف قاتل يعدل النتيجة. دفاع حديدي. وهذه صافرة نهاية المباراة التي تعلن عن تتويج الأبطال بلقب المونديال. يا لها من لحظات، أي فرحة، أي استحقاق باللقب الأكبر بطولة كأس العالم. مباراة التاريخ والإنجاز انتصر فيها الأحق. مباراة كانت عنوان البطولة هي الأكبر في العالم. يا له من إنجاز، ويا لها من فرحة، ويا لها من لحظة تاريخية ذهبية. فرحة هستيرية مشاهدينا الآن، الكل سعيد بالصعود إلى منصة التتويج. هذه منصة تتويج كأس العالم وليست بطولة عادية. هناك الملايين تحلم بالمشاركة في كأس العالم، فما بالك بالوصول إلى هذه المنصة والاحتفال بالتتويج. هذا حلم للكثير لكنه الآن حقيقة، يجب الاستمتاع بها في كل لحظة. هذه الكأس الغالية أتت باستحقاق كبير بعد جهد وتعب وعرق. هذا الانتصار سيسجل في كتب التاريخ، وهذه المشاهد ستحفر في ذاكرة اللاعبين ولن تمحى منها. مبروك من الأعماق، هذه الفرحة لكل هذه الجماهير.
مستواه الهجومي يعطي الفريق العديد من الحلول. عرضية إلى العمق، مستحيل، الكرة في المرمى، يا الله على الفرحة، الهدف. سفيان بوفال، انصيري، هدف تعزيز التقدم ياتي، يقتربون اكثر. نيمار بيعدي فيها، الله على المتعة. اوهو على هذا الهدف، الان اشتعلت المباراة. فرصة للتعزيز تقدمهم من خلال الضربة الركنية. الكرة في المرمى، هدف الضربة القاضية، اللقب يقف. هدف يشعل المباراة في الوقت المتبقي.